وحول نزوح المسيحيين من سهل نينوى وعدد من محافظات العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد النائب السابق في البرلمان جوزيف صليوة. أهلا بك معنا أستاذ جوزيف. تحياتي طيبة لكم، شكرا جزيلا. أهلا بك أستاذ جوزيف. يعني التقارير والإحصائيات تؤكد نزوح المسيحيين من سهل نينوى وعدد من المحافظات العراقية، برأيك ما السبب وراء استمرار هذه الظاهرة رغم انتهاء العمليات العسكرية؟ تحياتي طيبة لجميع المتابعين للقناة الرافدين المحترمة. في الحقيقة انعدام الأمن وانعدام مفهوم المواطنة وتغلب لغة الطائفية ولغة فرض الذات وفرض أجندات من خلال السلاح المنفلت هم أهم نقطتين رئيسيين، هم سبب نزوح كلدان السبيان الأرشوريين المسيحيين من مدنهم ومن بيوتهم، وكذلك مسألة فرص يعني بعض الأهواء وبعض الأفكار الغريبة على المواطنين العراقيين الأصلاء في هذا البلد، أجبروا على أن يختاروا الغربة ويختاروا مرارة الاغتراب عوضا عن البقاء تحت رحمة السلاح ورحمة العنصرية الطائفية والدينية والقومية من أقصى الشمال العراق إلى أقصى الجنوب. بحسب مفوضية حقوق الإنسان فإن 130 ألف مسيحي نزحوا بالفعل من مناطقهم خلال السنوات 18 الماضية. السؤال هنا، كيف ترى مستقبل المسيحيين في العراق في ظل استمرار تهجيرهم أو نزوحهم؟ في الحقيقة اليوم أغلب المسيحيين إن لم أقل كلهم ينتظرون فرصة ملائمة تضمن لهم الوصول الآمن إلى أي بلد فيه القانون يكون مستتب ويكون هنالك تعامل بعقلية إنسانية مع الإنسان، يريدون الوصول إلى هذه البلدان، وذلك بسبب انعدام هذه المفاهيم في العراق للأسف الشديد. فبالتالي إذا استمر الوضع على ما عليه بهذا النفس الطائفي والعنصري القومي والمذهبي الديني، أنا لا أعتقد سوف يكون هنالك مستقبل للمسيحيين العراقيين على مدى العشر سنوات المقبلة، وإنما سوف يكون العراق قد خلى تماما من هذا المكون الأصيل أصحاب الأرض الأوائل في بلاد ما بين النهرين للأسف الشديد. في زيارته العام الماضي أكدت الحكومة في العراق للبابا فرانسيس أنها تسعى لإعادة توطين المسيحيين في المناطق التي كانوا يعيشون فيها قبل العمليات العسكرية، هل نفذت الحكومة وعودها كما ترى؟ لا، حقيقة زيارة قداسة البابا إلى العراق لم تغير من الواقع المأساوي الذي يعيشونه العراقيون وفي مقدمتهم الكلدان السريان الأرشوريين المسيحيين. فالوعود تطلق الوعود منذ يعني سنوات خلت وليس هنالك أي تطبيق على أرض الواقع، وإنما هنالك مجرد كلمات، وإذا جاز تعبير هنالك شو إعلامي من قبل الحكومات المتعاقبة على دفة الحكم في العراق. فبالتالي زيارة قداسة البابا لم تعطي أي أمل ولم تغير أي واقع يعني أي شيء من الواقع المصري، وإنما فقط استغلت من قبل الحكومتين في الإقليم وفي بغداد من أجل ترويج عن ذاتها وتجميل صورتها إلى حد ما دموية حقيقة بحق المكون الكلدان السريان الآشوري، ويمكن وصفها بالدموية بسبب مقتل الناس لأتفه الأسباب، ليس هنالك حماية للمواطن، يعني حتى الإنسان البسيط أخذ لا يأتمن
على حقوقه، أبسط حقوقه، وحتى على عمله البسيط. فلذلك أنا أسمح لنفسي أن أسمي هذه العقلية عقلية دموية، وهذه نظرة للحكم هي نظرة دموية حقيقة. فبالتالي هذه الزيارة للأسف الشديد أعطت ترسيخ هذا النظام، فرصة ترسيخ هذا النظام للحكومتين في الإقليم وفي بغداد، ولم تمنح المسيحيين أي أمل، ولم تغير من الواقع من ذلك. نعم. طيب أستاذ جوزيف، يعني ما بين داعش وميليشيات الحشد ذاق المسيحيون كما تعلم أشكالا من التنكيل، وهو ما شاركهم فيه بطبيعة الحال أهالي الموصل ونينوى وغيرها من المناطق التي شهدت العمليات العسكرية. أليست مفارقة أن يهجر وينكل بسكان تلك المناطق من دون تمييز بما توصف بحقبة الديمقراطية وحرية الاعتقاد بعد عام 2003؟ في الحقيقة هذا المصطلح الحفاظ الديمقراطية هو مجرد حرف تردد من قبل بعض الجهاد وبعض الشخوص، مع كل احترامي وتقديري للإنسان، وكأنه بضعاء ليس إلا أي ديمقراطية هو يحليق عنها. وأما موضوع التعايش السلمي، يبدو فهمهم للتعايش السلمي هو أن أخذ ما تمتلك وأخذ حقي وأجبرك على أن تنفذ عقلية التي أنا أراها هي يجب أن تكون السائدة. وإلا هذا المصطلح الآخر أيضا، التعايش السلمي ليس له وجود على أرض الواقع. فبالتالي للأسف الشديد إذا كنا نتحدث عن نينوى، هذه المدينة العريقة للأسف تعرض كل يعني، وخصوصا اسمح لي، أنا لست عربي، ومع كل اعتزازي بكل المكونات العراقية الأخرى والقوميات الأخرى، أهالي نينوى الأصلاء فيها الذين عاشوا فيها أبدا عن جد، الذين يؤمنون بالعراق الديمقراطي وعراق يكون للجميع الحقيقي، يعني لم يعد موجودين في نينوى للأسف إلا نسبة قليلة جدا، وإن لم يكونوا يعني مسيحيين. وهذا دلالة على أنه العقلية السائدة، العقلية الطائفية والعنصرية، هي سبب هذا التمزيق النسيج المجتمعي، وهي سبب التنكيل بحق المواطن الذي يؤمن بهذا الحضارة العظيمة، بلاد ما بين النهرين. وحتى قبل فترة كان يراد أن تزال بوابة نينوى من نينوى. أنا شخصيا ذهبت إلى الموقع وشاهدت هذا التخريب. فبالتالي هنالك أجندات خاصة تنفذ في هذه المنطقة، ترعب المواطن الذي يؤمن بمنطقة الدولة، وترعب المواطن ويهجر المواطن الذي يؤمن بالعيش المشترك الحقيقي. ولكن للأسف الشديد المجتمع الدولي لا يستمع، والمجتمع الدولي يغض النظر، والحكام اليوم هم عبارة عن يعني مجاميع. وصلت الفكرة. كنت معنا عبر الهاتف من بغداد النائب السابق في البرلمان جوزيف صليوة، شكرا جزيلا لك.